بمعلقة واحدة بس من الكركديه، كركديه هنضيفه على حاجة تانية معانا، هتزود لك معدل الحرق، وهتزود لك الحرق بمعدل 15 كيلو في الليلة الواحدة. تعالي بينا نشوف ازاي. مش بس كده، لا ده انا هعمل معاك كوب هيتاخد على الريق. الكوب ده مهم جدا جدا مع الوصفة دي في التخسيس وإزالة الدهون وزيادة معدل الحرق. يلا بينا ان نشوف شاء الله الوصفة. النهارده معانا مكون واحد بس هيتضاف معانا، هنخسس بيه جسمنا في 15 كيلو تقريبا في يوم، في يوم واحد. ازاي؟ دي الفكرة، وديت التركية كلها اللي في الفيديو، واللي الناس كتير ما تعرفهاش او بتستخدمه غلط. الفيديو معانا مش بس كمان المكون اللي معانا هيفيد في علاج او في الرجيم او التخسيس، لا، عندك ضغط مرتفع بيعالج وبيظبط مستويات الضغط بطريقة رهيبة جدا جدا، واصلا الاساس فيه احنا بناخده للضغط، بس في المرة دي الغريب ان احنا نستخدمه في التخسيس. طب تعالوا بينا نشوف ايه اللي معانا وازاي ناخده وكم مرة في اليوم وغيره. يا ريت بقى اللي مش مشتركين ينزلوا يشتركوا ويفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد، والناس اللي مش مشتركين في القناة يا جماعة فايتهم كتير والله، وفعلوا زر الجرس. طيب نخش بسم الله الرحمن الرحيم. اللي معانا، اكيد انتوا شايفين علبة زبادي، واللي معانا التاني الكركديه. امال ايه الكوباية الفاضية دي؟ الكوباية دي بعد ان شاء الله ما نعمل الوصفة واقول لكم تتاخد امتى وكل حاجة عنها، هحب اضيف لكم ان الوصفة دي عشان وظيفتها وقوتها تبقى احلى يتعمل عليها كوب تاني، تمام؟ فهقول لكم الكوب، وكوب ليه وقت تاني غير الوصف. طب اول حاجة اللي معانا ايه؟ اللي معانا هتبقى كركديه زي ما احنا قلنا اهو، كركديه. طب اسميه ايه؟ والله انا مش عارفة يعني ايه اسميه في الدول العربية، تمام؟ لو حد في الدول العربية يعرف اسم الكركديه يقول لنا. طب هل الكركديه مهم في عملية التخسيس؟ احنا ناخده ازاي؟ ناخد منه معلقة واحدة بس نحطها على الزبادي. طب الاحسن لو عندك مطحون ماشي، لو مش عندك مطحون ممكن نستخدمه زي ما هو كده. طيب دلوقتي ليه استخدمنا الكركديه؟ مش معنى استخدمنا الكركديه في الوصفة دي، هقولك. الكركديه اتعملت عليه دراسة 2014 في مجلة فود اند فانكشن، لقوا ان هو لقوا ان الناس اللي خدوا كركديه انخفض وزنهم، والناس دي كانت اعمارهم ما بين 18 ل 65 سنة، يعني عمر كبير، اللي هم شباب خدوه وزنهم قل، ناس كبار حتى لحد 65 سنة وزنهم قل، فبالتالي يعني مفيد جدا جدا. فالدراسة دي قالت ايه كمان؟ قالت ان الكركديه ادى لانخفاض الوزن ومؤشر كتلة الجسم ونسبة الخصر والورك ودهون الجسم والبطن ودهون الدم كمان، يعني مفيدة لو عندك كوليسترول ودهون عالية. فكويس. مش بس كده، لا، ده في دراسة اتعملت جديدة 2019 في مجلة موليكيولز، اللي ان تأثير الكركديه المخفف للوزن يعود ان هو بيحتوي على مركبات بتساهم في تخفيف السمنة، يعني قوته في التخسيس ان في مركبات بتقلل معدل السمنة وبتقلل تراكم الدهون وبتظبط عملية تكوين الشحوم. طب المركبات دي زي ايه اللي موجودة في الكركديه؟ الفينول ومركبات الفلافونايد وزي الكريستين وغيره، واللوتيولاين دي برضو مواد برضو بتحفز عملية التمثيل الغذائي وتكسير الدهون وبتقلل ان الدهون دي تتراكم في مناطق احنا مش عايزين، يعني تعتبر. وبرضو بس اقول لكم نصيحة، ان قالوا ان احلى حاجة انك تعتمدي على معدل، يعني ايه، طريقة غذاء كويسة، يعني ما تمشيش مثلا على الكركديه والزبادي بس، لا، هتكوني مهتمية بالاكل والرياضة، دول مع الحاجات دي هتبقى مفيدة بطريقة غريبة جدا وهقولك عليها. طيب كده حطينا مثلا معلقة وعرفنا ايه فايدة الكركديه، بالاضافة لفوائده طبعا في تقليل الضغط الدم، وليه وظائف تانية طبعا طبعا كمضاد بكتيري قوي، وفي مضادات اكسده فبيظبط صحه الجسم وغيره. طيب هنعمل ايه؟ هناخد معلقه كبيره من الكركديه هنضيف على الزبادي. الزبادي ده كان لونه ابيض على فكره، بصوا كل ما تسيبيه فتره اللون بيتغير معاك الايه، اهو هو ده الطريق. طب انا الاحسن كمان يكون مطحون عشان الحب ده ما يتعبكيش في الاكل او غيره. طب هناخدها امتى؟ العلبه دي او العلبه الزبادي دي عليها معلقه كركديه كبيره، هتتاخد بديلة للأكل للعشاء،
وتتاخد امتى؟ تتاخد الساعة 6 المغرب كده، تمام، الساعة 6 ان شاء الله. وبما اننا بنتعشى، لا مش هتتعشي، تستبدلي عشاكي بيه لو انت حابة بقى تخسي بالزبدية دي. طيب كده خلصنا الزبادي وقلنا امتى. ناقص معانا مشروب قوي جدا، الاتنين مع بعض مفيدين قوي قوي قوي، يا ريت تجربوهم وهتحسوا. الكوباية ديت هنعمل فيها مشروب سهل ولذيذ وخالص، بس هيتاخد على الريق، مش هيتاخد مع الزبادي خالص بالليل، لا هيتاخد على الريق. هنعمل فيه ايه؟ هنجيب ميه مش سخنه خالص، ميه دافيه عاديه اهي بالازازه حتى اهي. وبعدين هنجيب فيتامين سي، لازم اي حاجه فيها تخسيس تجيبي فيها فيتامين سي، تمام، وتقومي عصره معاكي فيتامين سي. طيب هضيف عليه ايه بقى؟ الليمون، الليمون عصرة الليمون دي مفيدة جدا، وعلى فكرة ممكن تعصري على علبة الزبادي دي عصرة ليمونة. فيتامين سي معدل حرقك هيزيد بنسبة 100%، يعني معدل حرق مع الفيتامين سي مفيد جدا جدا جدا، فبالتالي لازم تستخدميه. طيب ممكن نضيف ايه؟ معلقة عسل عادي بيضة مفيش مشكلة، نضيفها على الكوباية دي. الكوباية دي تشرب قبل الفطار كده بساعة ان شاء الله، هتفرق معاكي في معدل الحرق ومعدل التخسيس، وهتحسي ان شاء الله ان الدنيا اتظبطت معاكي. بس بشرط، ايه الشرط؟ حاجتين، مفيش دي كمساعد في التخسيس، انما مش هتخسس رئيسي. اللي هيخسس رئيسي الحاجتين اللي انا هقولهم دول، ان انت تظبطي اكلك ويكون اكلك مثالي. يعني ايه اكل مثالي؟ مفيش حد اكله مثالي، لا اكل مثالي دي المقصود بيها انك حضرتك تقللي نسبة السكريات عندك والدهون، عشان انا مش ناقصين يتراكم عندنا دهون تاني، كفاية الدهون المتراكمة عندنا. تاني حاجة الرياضة، الرياضة دي شيء أساسي في أي عملية تخسيس، يعني حضرتك لو بتاخدي أي حاجة بتخسس إن شاء الله، حتى وجبة يعني إيه وصفة ملهاش لازمة ما بتخسس، يعني بيقولوا عليها إن هي إيه تخسيسها بسيط، بس بتعملي رياضة وبتظبطي الأكل هتديني هتظبط معاك. مش شرط رياضة عنيفة، المقصود بالرياضة هنا رياضة مثلا تتحركي، بتحبي مثلا إيه تحركي ايديك، تتمشي، اي حركة حتى لو بسيطة. ليه؟ الحركة ذات نفسها من اهم اسباب تكسير الدهون. اه والله، كل ما تحركي وغيره فبتزودي معدل التمثيل الغذائي، فبالتالي بترفع عندك التمثيل الغذائي، بس كده. بالاضافة انك بقى بتاخدي فيتامين سي، بتاخدي وصفة زي دي، فحلوة قوي قوي. ويا ريت تجربي حاجة اسمها الصيام المتقطع. الصيام المتقطع زي اللي احنا بنعمله ده، اللي هو هتاخدي مثلا علبة الزبادي دي الساعة 6، ما تاكليش تاني خالص، حتى لو جوعتي، حتى لو جوعتي، وتيجي بقى تفطري الصبح امتى او تاكلي الصبح امتى؟ الساعة 10 الصبح، 11 الصبح كده، تاخري شوية. شفتي الفترة دي كلها صمتك 12 13 14 ساعة، مفيدة جدا ليكي، هتفرق معاكي بقى دي بقى اللي احنا بنقوله ده من اول 3 ايام، وهتحسي بفرق في تغير معدل كتلة الجسم. فيا ريت بقى لو استفدتوا بكل معلومة متنسوناش باللايك والشير والدعوات، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا جدا جدا ليكم.